بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم راح نديروا واحد الفكره للمطبخ، فكره يعني بسيطه وجميله في نفس الوقت. هي هذا الابريق حامل، هو ابريق من سكاي حامل لمنشفه المطبخ. انا هادو شريتهم واجدين، هذا المناشف. انتم قادرين تشوفوا المقطع من هذا القماش تاع ليبونج تاع المناشف، شوفوا متر او نصف متر، هو نصف متر يعني راح يدير لكم ثلاثة او أربعة، أربعة او خمسة او اكثر اذا قصيتوهم بهذا المستطيل الصغير. يعني هذه مجرد منشفة، ممكن ننشفوا بها الصحون، ممكن نديروها خاصة لليدين للمطبخ، يعني ربة البيت تستعملها ليديها. هنا نجيبو كما قلت لكم قطعة تاع المنشفة، هذه آنو من الكبار وآنو من الصغار، رسمة، أي رسمة. أنا هنا اخترت إبريق، أي رسمة خرجوها من جوجل، حطيتها هنا في قماش الفوتخ باش تقعد لي بهاد تصبح الريش، وقطعة من مسكار. هنايا نحط العادي يعني الرسمة تاعي أو الرشمة، ون نرسم الإبريق مرتين، مرة هكذا ومرة هكذا يعني مقلوبة. بعد ذلك نقصهم يكونوا عندي اثنين من هذا الشكل، اثنين. انا اثنين هنا راني مخيطتهم، اثنين نخلو فتحة هنا وفتحة هنا ونخيطو. هنا اختياري، بغا دير رسمة هنا اختياري. نقص هذا دي غيبون 10 سنتيمتر، والعرض تاعهم 1.5 سنتيمتر، هادو باش ندخلهم هنا وندير فيهم لانو تاعنا. نفس الشيء هنايا 1.5 سنتيمتر على 10 سنتيمتر، نطويها وندخلها ما بين القطعتين تاع الجلد. هنا اي رسمه ديروها، انا هنا خيطتها خفت بالغسيل، او ممكن لكن قادرين بالحداد، يعني هذا بلاستيك وتقصيته من بلاستيك اخر، بلاستيك تاع طاولات المطبخ. لصقته ومن بعد ثاني خفت عاودت رديت عليه بالماكينة الخياطة. هنا ركبت اللانو الكبير. هنا فيما يخص المنشافة، عندي هذا تقريبا مثلث، ماهوش مثلث على خاطر راني قلعت لها الزاوية تاعها. هنا اي يعني اختاروا اي قياسات، مثلا انا عندي هنايا هذا راح نديره، اختاروا 10 مثلا هنا سنتيمتر، راح نقيس حتى اتاكد 10 تماما، 10 سنتيمتر هذا الشكل. بالمقص زيكزاك ونروح نحاول نجيب المثلث تاعي، عيني هي ميزاني الحد اللي احتاجه. هنا نقطع الزاوية هذا الشكل. علاش نقطع الزاوية؟ خاطر هنايا ممكن تخلوها، لكن انا افضل قص الزاوية. هنايا هنا راح ندير لي بوطون، لي بوطون عندي الماكينة تاعهم هادي دير 70 ألف، وشريت لها هادو وحدهم قفالي، استعملتهم مرارا في الفيديوهات السابقة لكوات بيبي او الصاك بيبي اللي هو الكوات. هادو هما حيجو فيها اربع، يعني راح تستعملو منا ومنا
سنين ومنه ومنه سنين يعني أربعة تاع لي بيس. هنا كيف الخياطة، هنا هذه سهلة باش تحطوا تردوا عليها هكا وراني شرحت. أما فيما يخص المثلث هذا كيش ديروه راح نشرح لكم. هنا المثلث احنا قسمناه بالزيكزاك، نقص زيكزاك نلقى في هنا نحاول ندير زوج تاع لي بلي متساويين ويجوني في الوسط. عينك هي ميزانك، لازم يكونوا متساويين ويجوني في الوسط بهذا الشكل هكذا. نحط عليهم هذه القطعة ونمشي الماكينة الخياطة مرتين منا ومنا، راح نتحصل على هذا الشكل. هنا راني شرحت لكم، راح نوريكم كيفاش جات. ها هي مرتين، وهنا وين راح نطوي. الان راح نشوفوا طريقه وضع الازرار. لوضع الازرار هنا هذه مازال ما درتلهاش، ديروا قياسات تاوعنا هنا مثلا، يعني انا راح نركبها بهذا الشكل. تبعوا معايا، راح ندخل هنايا شغل سبتة بهذا الشكل، يعني هنا راح ندير القياس تاعي وين ندير الأزرار. هنا راح نعلم بالقلم وين نحط الأزرار. نسوي نجيب عنا هذه هي اللي تدخل في هذه. هذه تدخل في هذه بهذا الشكل. حطهم ونجيب اخرين، وهذو هما اللي يقفوهم. لازم نستعمل اثنين، نستعمل هذه ونستعمل عفوا هادي. نجيب الماكينة تاعي، ندخل أولا قبل ما نجيب الماكينة فيكسيهم هذا الشكل. سهلة يعني تلفق بسرعة، ونحط راهي تدخل لكن ما هيش مفيكسية. هذا هو اللي راح يفيكسيها، كيش يفيكسيها راح هذا اللي راه خارج هنايا يتكسر. كي يتكسر ما راحش تخرج معاكم او تفسد معاكم هذا الشكل. هكذا نروحو للضغط، لابد من الضغط. نحاولو نحطو الزر تماما تحت هذا البلاستيك الابيض حتى نسمع يعني صوت انها ثبتت هذا الشكل. هنا تكسر هذاك المنقار اللي كان خارج، نعاود هنا هي ما تنسحبش معانا، يعني نتوما مضطرين تدخلوها غير بالبسيس، يعني ما تطلع ما تهود، يعني فيكسيها بهذا الشكل. ك
كذا نحاول ندير في الوسط. هذا هو الشكل. هنا لصق النشفة تاعي سهلة للعملية جدا، يعني سهلة باش نعلقوها في الجدران، وسهلة ثاني من تتسخ باش تغسلوها نحوها بسرعة. هذا هو شكلها. قادرين ديروا شحال من وحدة أو تكتبوا هذه تاعش وهذه تاعش وهذه تاعش، مثلا هذه للسحور، هذه اليدين، هذه لأغراض أخرى، لتنشيف أغراض أخرى. بهذا الشكل يعني يكون المطبخ منظم. إذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بالبارتاج والاشتراك، ودمتم شكرا لكم.